آه لو سمعت، أتوقع هذا مكاني. يا أخي أنا جاي مع أهلي، وهذه زوجتي وحرمتي وأولادي. وأهلي وأهلي. أيوة وأهلك، ألف مبروك علي. أنا حتى أنا عندي أهل في البيت، بس هذا مكاني يا حبيبي. هذه حرمتي، حرمتي، هذه حرمتي. طيب يا حبيبي ألف مبروك، أنا عارف إنها حرمتي. إيش بك مرة فرحان إنها حرمتك؟ أنا ما أمي دخل، أنا بس باخذ المقعد حقي. يعني تبي تجلس جنب حرمتي؟ يا قليل الأدب يا ابني. ما بجلس جنب حرمتك، بس بجلس في المكان اللي حجزت فيه أنا. المرة الجاية أحجز صح. أنت حرمتك. أوف، أنت كيف عرفت إنه دي حرمتي؟ يا الله. هل ترون الزر الاشتراك؟ إن لونه أحمر، إذا ضغطته وجعلته أبيض سوف تأخذ هدية حلاوة مساس. هيا اضغطوا.